فواكه خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين B12، ويرمز له باللاتينية B12، وهو يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ويحافظ على سلامة الجملة العصبية. في المتجر الكبير يوجد فيتامين B12 في الحليب، الجبن، البيض، اللحم الأحمر، السمك والدجاج. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاما غنيا بفيتامين B12. انظروا، يوجد فيتامين B12 في البيض، الحليب، الجبن، اللحم الأحمر، السمك والدجاج. فيتامين B12 يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء. فيتامين B12 مفيد للأعصاب. ساخن. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع واستني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.